السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليل الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمه وسيده نساء العالمين، السلام عليكم يا سته نبي الرحمة وسيد الشباب الاهل الجنه، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقره عين الناظرين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر علم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الامين، السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصر الامين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الوصي من بعده، اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك وصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمه وخديجه، السلام عليك يا بنت امير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا اخت ولي الله، السلام عليك يا امة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رب الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم، وأسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، والله يسلمون معرفتكم انه ولي قدير، تقرب الى الله بحبكم البراءه من اعدائكم والتسليم الى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر على يقين ما تبه محمد صلى الله عليه واله وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي الله ورضاك ودار الاخره، يا فاطمه اشفع لي في الجنه فان لك عند الله شان من الشان، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تصرف مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم استجب لنا وتقبل بكرمك وعزتك ورحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. اللهم صل على چلیے بیت النور ہے کہ جہاں پر فاطمہ معصومہ قم جو ہے عبادت کیا کرتی تھیں، اور امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے سے آئیں، جب یہ قم پہنچی ہیں تو ان کو جو ہے اطلاع ملی راستے میں کہ ان کے والد محترم کا جو ہے ان کے والد محترم بھائی کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے. امام رضا علیہ السلام معصومہ قم کے بھائی تھے جی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی تھے جی. شکریہ صاحب. یہ ہے جناب معصوم قم کا وہ مقام جہاں جناب معصوم قم عبادت کیا کرتی تھی. یہاں ستارہ دن رہتی رہی تھی. نب ہے کیا